شيرة مديني الباحث في الحركة الوطنية وأستاذ في التاريخ، أهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، أبدأ معكم أستاذ محمد الأمين بلغيت، نتحدث ربما عن هذه النقطة. تاريخ الجزائر عريق، يعني فيه عدة مراحل، لكن يبقى خاصة هذه الفترة المرحلة المفصلية، ثورة نوفمبر المشيدة بلا تاريخ، يعني هل تؤكدون أنتم هذه؟ هل أنصف الشهداء المجاهدين عفوا والكتاب هذه تاريخ هذه المرحلة؟ لا لا، أولا تحية لك في هذا الصباح المبارك، تحية إلى كل المشاهدين في الوطن وعبر العالم من خلال قناتكم الجميلة. شكرا. عيد سعيد لكل من فرح معنا في هذه الذكرى 63. أنا أخالفك الرأي، ما يكتب الآن على الأقل في ال10 سنوات الأخيرة حول تاريخ الثورة بمستوياته المتعددة مشرف للجزائر، لكن أكيد مشرف للجزائر، لكن هل أنصفنا فعلا هذه المرحلة؟ يقال أنه في جزئيات كثيرة يعني منقوصة من تاريخ الجزائر. لا، شيء طبيعي جدا. تاريخ ثورة يعني مجيدة ثورة الجزائر ما جسدناهاش، أو ربما ما أرخناهاش كما ينبغي لها. شوف، تاريخ ثورة عملاقة مرت عليها 7 سنوات ونصف إجاف، واستشهد فيها الملايين، 1.5 مليون على الأقل، 64 و 65، ومعاناة نفسية واجتماعية وتقتيل وترهيب واتباع سياسة الأرض المحروقة. هذا كلام سليم، لكن للأمانة والتاريخ فيه جيل، فيه جيل شاب من تسعينيات القرن الماضي يسعى من أجل افتكاك تاريخنا، والأسعد من ذلك ابنتي العزيزة أنه أعطيت فرصة لأكثر من واحد، فطبعت رسائل ماجستير ودكتوراه ممتازة الحمد لله. وصحيح أنه أنت لا تستطيع أن تغطي هذه الآلاف من الساعات من المعاناة، هذه الملايين من لترات دماء الشهداء، وأن تتحدث عنها، أن تتحدث عن أسماء هؤلاء الرجال وأن تؤرخ لهم لأنهم جزء من سجل الذاكرة الجزائرية، لكن فيه شيء ملموس، فيه كتب، فيه رسائل، فيه دراسات متميزة، فيه كتب مطبوعة طباعة راقية وتوزع بالمجان على مراكز البحث وعلى زوار المخابر، ولذلك صحيح فيه إنتاج، فيه عمل، لكن تبقى ثورتنا هي أشبه بالثورات العملاقة. خليني أقول لك كلمة وأسلم لك الراية. الثورة الفرنسية الآن مرت عليها أكثر من قرنين من الزمن، كتب حولها ملايين العناوين، أنا نقول ملايين العناوين، ولكن مع ذلك إذا حدثت فرنسي يقول لك لا تزال الثورة الفرنسية لم نتحدث عنها بالشكل الجيد وبالتفاصيل الكاملة. ممتاز. أستاذ بشير مديني، هل توافقون السيد محمد الأمين بلغيت ما تفضل به؟ قال لك بأنه يعني أنصفنا الثورة الجزائرية من خلال ما كتبه المجاهدين والكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني أولا عفوا أنطلق من هذه التوطئة البسيطة أننا نهني أنفسنا أولا ونهني الشعب الجزائري بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى اندلاع الثورة التحرير المبارك التي مر عليها الآن تقريبا حوالي 7 ساعات من بداية أول رصاصة، ففي الساعة 0 كما هو معروف اندلعت هذه الثورة المباركة. لذلك أكرر هذه التهنئة لعامة الشعب الجزائري وللأمة العربية والإسلامية، لأن الثورة الجزائرية ما كانت يوما ما ثورة تتعلق بالجزائر فحسب، وإنما هي ثورة الشعوب المقهورة، الشعوب المضطهدة. الآن حينما نتكلم عن هذه المسألة، مسألة الكتابة، أنا سأنطلق من ما قاله الدكتور محمد الأمين منذ قليل. الثورة الجزائرية هي ثورة عظيمة، عظمة الأهل الذين أعلنوها ويعني انطلقت في هذا المنطلق، ولكن تعرفون أن الشيء الجميل دائما لا نستطيع إتمامه، وبالتالي الثورة الجزائرية بهذه العظمة الكبيرة ما زلنا لم نتمم الدراسة المتعلقة بها. هناك شبه مدرسة وطنية بدأت في الكتابة لهذا التاريخ انطلاقا من فترة 80s وحتى 70s بظهور أساتذتنا الذين نترحم عليهم، أبو القاسم سعد الله على سبيل المثال، مولاي بالحميسي رحمة الله عليه، كذلك موسى الإقبال، هؤلاء الذين حاولوا وغيرهم في الحقيقة أن يؤسسوا لهذه المدرسة.
لكن ربما أختلف مع أخي العزيز والصديق المحترم دكتور محمد الأمين في مسألة النقائص التي ما تزال موجودة إلى غاية الساعة. نحن حيث لحد الساعة لازلنا نطالب بالأرشيف الأرشيف ربما مسألة أخرى. أنا أتكلم في هذا المقام عن أولئك الذين ذهبوا. نتحدث عن تاريخ يعني مكتمل وإنصاف للثورة. إذا كان ما زلنا نتحدث ونطالب بالأرشيف سنتحدث عن هذه المسألة إذا شئت، ولكن أنا أتكلم الآن عن أولئك الذين ذهبوا ولم يكتبوا. أنا هؤلاء الذين أقصد. صحيح. هناك من ذهب، يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن هناك قيادات كبرى في الثورة التحريرية من مفجري الثورة الأوائل الذين أعلنوا الثورة ولم يكتبوا شيئا في الحقيقة، وحينما سئلوا قبل وفاتهم قالوا يعني الوقت لم يحن بعد الكتابة وذهبوا إلى ربهم ولم يكتبوا لنا شيئا، وهم كثيرون في الحقيقة ليسوا بالعدد القليل. إذن قيمة الثورة التحريرية تكمن في أنها عظيمة نعم، ولكن نقائصها تبدو في هذه المسائل. في مسألة أخرى كذلك ربما أشار إليها منذ قليل الدكتور محمد الأمين، وهي مسألة ما يكتب الآن في المؤسسات العلمية، المؤسسات العلمية الكثيرة. عندنا الجامعة على سبيل المثال فيها عشرات إن لم أقل مئات المذكرات المتعلقة بتاريخ الجزائر، وهذه المذكرات ما زالت إلى الآن موجودة في أدراج الجامعات، أكلها الغبار ربما لأنها لم تطبع ولم تخرج. فيه عشرات الآلاف من الأرشيف الذي الأرشيف المحلي عبارة عن تسجيلات في مؤسسات في هيئات بحثية، هذه أو مؤسسات تابعة لوزارة المجاهدين على سبيل المثال. هذه الأشرطة وهذه التسجيلات ما زالت لم تخرج إلى اليوم. نحن نصاب في بعض الأحيان بضيق في الصدر حينما نشاهد مؤسسات بسيطة في دول الجوار يكونها أشخاص تمكنوا من طبع هذه التسجيلات المتعلقة بذلك. ولذلك نعود إلى عموم ما بدأت به في هذه الجلسة الكريمة، أن الثورة التحريرية المباركة نقولها بكل افتخار أنها من أعظم الثورات في العالم، إن لم أقل أنها أعظم ثورة في تلك المرحلة التي اندلعت فيها. النقائص نقائصنا نحن اليوم أننا لم نفيها حقها بالتسجيل بالكتابة بالتأليف في هذا المقام. هناك محاولات كبيرة ولا نبخس الناس أشياءهم، فقد ألفوا وكتبوا في هذا المقام، ولكن قيمة الثورة تجعلنا نقول أن هناك نقص ما زال لم يكتمل بعد في هذه المسألة. الأرشيف ملف آخر إذا شئت أن نفتحه فلك ذلك. وسؤال مطروح على الأستاذ محمد الأمين بالغيث، لازلنا يعني بعد الذكرى الثالثة اليوم في الذكرى 63 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، في كل سنة نشهد ربما حديث عن ملف الجماجم والأرشيف يعني الذي لازلنا نطالب فرنسا لاسترجاعه. كيف يعني نتحدث عن تاريخ الثورة الجزائرية وسيادة وإحنا يعني ملف الجماجم الشهداء وأرشيفنا مازال ماهوش عندنا؟ الله يشوف، أنا موقف يعرفه الأستاذ مديني ومن خلال قناتكم الجميلة أيضا. أنا صراحة متحفظ من حاجة اسمها استرداد الأرشيف هكذا جملة وتفصيلا بدون توضيح، وأنا عندي تجارب أعرفها جيدا. صحيح أن تاريخ الثورة تاريخ الجزائر ماذا تقصدون بتوضيح؟ لحظة، لا تستطيع أن تكتبه دون أرشيف. لكن التحفظ اللي موجود عندي في الأرشيف تحديدا أنه يدي على قلبي لا نستطيع أن أحافظ على هذه الأمانة، لأن هذا الأرشيف يتكون من ملايين الوثائق اللي هي وثائق تعود للعصر العثماني لثلاث قرون كاملة، مخلفة الدولة الجزائرية في العهد العثماني ثلاث قرون من 1516 إلى النهب المنظم الذي أحدثته فرنسا بعد الرحيل في السنوات الأخيرة من ستينيات القرن الماضي إلى غاية 1962، أو ربما إلى غاية التجارب النووية التي بقيت في الجزائر من 62 إلى تقريب 69 إذا مش أكثر. فالأرشيف إحنا خبراء بقراءة الوثائق، إحنا نعرف قيمة الوثيقة إذا تحصلت عليها تعتبر كأنك اكتشفت رأس الرجاء الصالح من جديد. ولذلك لما تحصل على الوثيقة هل أنت آمين على هذه الوثيقة؟ أنا مع نسخة من الأرشيف، وهذه النسخة من الأرشيف من الصعوبة بمكان أن تسلم لك من طرف السلطات العليا الفرنسية بسهولة. لكن أنا كان عندي اقتراح وكلمت عليه ويتكلم الأستاذ مديني على دول الجوار الذين
يبزون الدول الكبيرة جدا في الحفاظ على في استرداد الأرشيف دون ضجيج ودون علاقات دبلوماسية أو دون توتر أو دون شيء من هذا القبيل، اللي هي هو تكليف شباب وفرق بحث يملكون من الأكاديمية والمسؤولية والقدرة للوصول إلى الوثيقة شيء الكثير، مرة في العام كل شهر من السنة شهر أوت نرسل فريق متمرس. هذا الفريق المتمرس هو الذي يستطيع أن يصل إلى الأرشيف، يصور ما يستطيع أن يصور أو ينسخ ما يستطيع أن ينسخ بحسب ظروف وقوانين الأرشيف. أنت تعرفي بلي الوثيقة الأرشيفية متعلقة بالشخصيات التي تعاملت مع فرنسا الاستعمارية لا يمكن أن تصل إليها إلا بعد مرور أكثر من 130 سنة. لهذا فمن الأولى إذا كنا نملك دولة تحترم نفسها وتتكلم على هذه المسائل بعيد عن لغة الخشب والديماغوجيا نستطيع أن نسترد أرشيفنا طريقة حضرية ومهذبة دون إثارة جدل وخصومات مع الدولة الاستعمارية في فترة أقل من 20 عام. وهذا ما حدث بالمناسبة في تونس. إخواننا في تونس لا يملكون أرشيف بنفس هذا الحجم والعدد والأرقام، الآن هم يملكون أرشيف مهذب ورائع ونحن عال عليهم في أرشيفهم وفي مكتباتهم الوطنية دون أن يكلفوا أنفسهم إلا إرسال مجموعة من الخبراء كل شهر أوت من كل سنة تقريبا من نهاية ستينيات القرن الماضي إلى اليوم. والآن الأرشيف التونسي يعتبر من أغنى الأرشيفات الموجودة في دول المغارب في شمال إفريقيا. ممتاز، رأيكم أستاذ بشير؟ أخت إيمان، أنا في الحقيقة ربما منذ 5 أيام خلت فقط كنت قد سألت معالي وزير المجاهدين السيد طيب زيتوني الذي نحترمه كثيرا ونحترم جهده وما يبذله في الحقيقة في هذا السياق، ومن هنا أحييه على هذا الجهد الذي يقوم به. ولكن في الحقيقة أنه أنا لدي قناعة تخص شخصي ولا تلزم إلا نفسي، هذه القناعة أن فرنسا لن تسلمنا الأرشيف، هذه قناعتي. هناك إشكالية قانونية اليوم مطروحة في قضية جنسية الأرشيف. القانون الدولي، وأستسمحك بأن أخوض في هذه القضايا المتعلقة بإخواننا في الحقوق، القانون الدولي يربط جنسية الأرشيف بالموطن، يعني أين نشأ هذا الأرشيف، وهو ما يعني أن هذا الأرشيف من حقنا. ولكن سلطة الاحتلال الفرنسي التي هي الآن، يعني أتكلم عنها الآن لأنني أنا لا أفرق بين دوبورمون وبين ماكرون في الحقيقة، يعني الصورة واحدة. رأيتم الدعاية التي قام بها هذا الرجل قبل الانتخابات ورأينا النتيجة الآن ماذا يحصل، بلاك أوت كما يقال عن كل ما يتعلق بالجزائر في مسألة الذاكرة والتاريخ. إذن السؤال هو ما هي الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن نعتمدها في التعامل مع الفرنسيين في مسألة الأرشيف؟ هذا جانب. إذن هذه مسألة جوهرية يجب أن نفصل فيها. أنا أدعو من هذا المنبر أن نعيد النظر في هذه الطريقة التي نتعامل بها مع الفرنسيين في مسألة الأرشيف. بهذا السلوك لا يمكن لفرنسا أن تسلمنا الأرشيف لأن كل مرة تدخلنا في متاهة. المسألة الثانية هي فيه محاولة منذ سنة تقريبا لم تخن الذاكرة أو سنة تقريبا حول شراء الأرشيف. الدولة الجزائرية اشترت الأرشيف عن طريق وزارة الثقافة لم تخن الذاكرة. السؤال الذي أسأله أنا الآن، وهذا ما يسمى بالمية كولبا إذا شئنا، أين هذا الأرشيف؟ أين هو؟ جلبوه وضعوه في المكتبة الوطنية ولكن لا أحد اطلع عليه إلى غاية الساعة. ولذلك أنا أضم خوفي وأضم هواجسي من تلك الهواجس التي أشار إليها منذ قليل محمد الأمين بالغيث، وهي المحافظة على هذه الوثيقة حينما تدخل إلى الجزائر. بمجرد أن تدخل هذه الوثيقة يجب أن نقدمها للجزائريين، يجب أن نقدمها للباحثين. هناك الآن مر على اندلاع الثورة التحرير المباركة 63 سنة، مر على استعادة السيادة 55 سنة، إذن حان الوقت أن نفتح الأبواب. هناك وثائق أرشيفية في الجزائر مهمة ما زلنا لم نطلع عليها الآن. ولذلك هذا
قضية الأرشيف هي قضية مهمة جدا، لا يمكن أن تكتب التاريخ بدون أرشيف، إذن لا بد أن نبحث عن سياق جديد لجلب هذه الوثائق الأرشيفية بأي طريقة أكيد. كانت أكيد، حتى أنه اقتصرنا الحديث الآن عن تاريخ الجزائر كله في فترة الثورة المجيدة وما كتبه ودونه المجاهدون الذين دونوا وأيضا الكتاب، حتى أنه ربما يقال من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا. وما حدث يعني مؤخرا من طوابير للطلبة أمام المعهد الثقافي الفرنسي، دحوا التقابلية قال بأنه تاريخ الجزائر يعني لما نشوف يقول بأنه الجهل بالتاريخ يهدد جيلنا. احنا أيضا يعني لما تروح تسقسي يعني الجزائري ماذا تعرف عن تاريخ الجزائر، يقول لك ثورة الفاتح نوفمبر والاستقلال في 5 جويلية. هل اقتصر التاريخ فقط على هذه الفترة أم أنه للجزائر يعني تاريخ عريق يعني قبل الدولة العثمانية، أثناء الدولة العثمانية وأثناء الاحتلال الفرنسي وما بعد الاستقلال؟ شوفي والله بنتي العزيزة، أنا قريت في فرنسا، وإذا قيل لكم أن فرنسا لدينية وديمقراطية وهي بلد حقوق الإنسان هي كذبة كبيرة، انطلت على كبرائنا قبل صغارنا، باش تكوني في الصورة الجيدة. ولذلك احنا حبينا ولا كرهنا دولة وجامعة ووسائل إعلام فشلنا في إقناع الجزائريين، وأنت تعرفي أن فرنسا تملك من القدرة لإذلالنا بشكل ممنهج متميز. أنا هذه الصورة ما تقلقنيش بالمناسبة، لأن الفرنسيين يحسنون ترتيب الأشياء ونحن مغفلون وبامتياز، لأنه أنا نقرأها كأنثروبولوجي لا كمؤرخ ولا كوطني في ذكرى 63 لاندلاع الثورة المباركة. أنا أقول هل الجزائر دولة طاردة؟ نعم دولة طاردة، لو نفتح الأبواب لهجرة كل الجزائريين راح تبقى غير روشينوار اللي في ذات يوم تأسست فيها الحكومة أو الحكومة الانتقالية أو الهيئة الانتقالية لإدارة 6 أشهر أو المرحلة الانتقالية. ولذلك لازم السؤال هو العيب فينا لا في زماننا، وليس العيب في الفرنسيين، الفرنسيين الذين يملكون ذكاء ما يملكوش الجزائريين، ما عندهمش ذكاء أدنى وأقل من القردة العليا. الجزائريين هم بنفس المسافة وبنفس القدرة وبنفس المنهجية إذا أخلصوا إلى حب الوطن. التاريخ يبدأ بحب الجزائر، ترابها وسمائها وشمسها والمحافظة على كرامتها. أنت لما تسمعي في وسائل لا أعتقد أنه في جزائري اليوم لا يحب وطنه، لكن ربما الظروف أملتها حتى يختار ربما الدراسات في الخارج وبحث عن مستقبل أفضل. لا لا لا، قضية الدراسة هذه هذه تاع السفارة الفرنسية مجرد حيلة لا أكثر ولا أقل. أنا أعرف الجزائريين بنتي العزيزة، أنا كنت موجود في باريس من 92 إلى 96. الجزائريون المسجلون تراباندو في باريديس، اسمعي جيدا، يزيدون عن 10,000. زيدك حاجة من خلال قناتكم الجميلة، معظم هؤلاء يشتغلون جواسيس دون أن يشعروا، مكلفون بمهمة في الجزائر من خلال أبحاث. الفرنسيون أذكياء جدا في استمالة كما يقول نقول في وسائل إعلامنا المغرر بهم. الجزائر إذا فتحت له السبيل وكلفاته مؤسسة نصر أو مؤسسة بحث كسيني أرس مستعد يعطي كل شيء، وهذا الخطورة بمكان. من 92 إلى 96 هناك 10,000 باحث جزائري في الديوا وترواز يمسيكو الدكتوراه ديطا ودكتوراه نوفو ريجيم، وهؤلاء يبحثون في أدق تفاصيل حياتنا الاجتماعية والنفسية بما في ذلك اليوربانيزم في مدننا الجزائرية. هل الفرنسيون يدفعون المال لسواد عيون الجزائريين؟ هذا هو موضوع السؤال. مستحيل. دكتور محمد أمين، بشير المديني، ربما من يتحمل المسؤولية في هذا؟ جميعنا، كلنا نتحمل هذه المسؤولية، لكن بدرجة أولى. بدرجة أولى أنا أرى بأن القرار السياسي في العديد من القضايا، أنا في الحقيقة أخالف أخي محمد الأمين بالغيث، أنا أرى بأن هذه حشومة كبيرة يعني تبهديلة في الحقيقة. والفرنسيون كما أشار إلى ذلك يختارون الزمان، يختارون الوقت. أنا لا أرى 29 أكتوبر
هذا التاريخ الذي اختاره بريء. 29 أكتوبر ليس بعيدا عن أول نوفمبر، هي ورقة وظفها الفرنسيون في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، وهم كذلك يعني حتى الحجة يعني المبرر غير مقنع، يعني أن تتوقف الجزائر الأجهزة ويوم الغد، يعني هذه ورقة سمجة، ورقة بشعة وظفها الفرنسيون، وهذه تعطينا صورة عن فرنسا الكولونيالية وفرنسا الحالية. الذي يتحمل المسؤولية باختصار شديد، الذين يتحملون المسؤولية أولئك الذين اتخذوا قرارات لتهميش التاريخ في الدراسات التاريخية. أنا أذكرك ابنتي إيمان أنه في فترة ما كان الطلبة يدرسون التاريخ في الجامعات، يعني في جميع التخصصات. الطلبة كانوا يمتحنون في البكالوريا، أول مادة يمتحنون فيها هي مادة التاريخ. أين هي هذه الإجراءات الآن؟ تدريس هذا الاختصاص كما سمعنا منذ قليل في الأشرطة هي دراسات سطحية نشاهدها في الابتدائي وفي المتوسط وحتى في الثانوي. كل هذا أوصلنا إلى هذه النتيجة التي نشاهدها، وما خفي كان أعظم. إذن جميعنا نتحمل المسؤولية فيما يحصل في الدراسات التاريخية الآن وفي المسألة التاريخية. أكيد، ونحن نتمنى أن يتم إعادة النظر في نرجو ذلك الجانب التاريخي الذي يدرس وأيضا الذي يكتب، وماذا ننقل للأجيال القادمة. يعني الجزائر تاريخ عريق وليس فقط فترة محددة فقط. شكرا جزيلا لكم أستاذ بشير المديني وأستاذ محمد الأمين بالغيب على هذه المداخلة. نمر إلى شأن سياسي، وزعت عن انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 2017 فوضى اللافتات عادت من جديد. التفاصيل مع إسماعيل محبوب. يومان يمران على انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر 2017. المفارقة أن اللافتات الإشهارية للأحزاب السياسية لا تزال خاوية على عروشها. في مشهد آخر يعكس التعدي الصارخ على قانون الانتخابات، مرشحون طغوا على جل اللافتات وكأنها ملكية خاصة. فالسجار في الحجار في الزنقار هكذا بات وين مشى؟ من اللي ما ناس مليحة لنا اللي راهم يجعلقوا في الحيوط. دوكا نس داري نسبغها ويجي يعلق لي فيها، يقبرني في الليل 12 الليل يعلق لي في داري، دوكا نلعب صبيغه ولا كيما ندير. سيناريو هذه الممارسات يتكرر مع كل استحقاق، ابطاله المترشحون بعنوان الغايه تبرر الوسيله. راك تشوفها ما فهمناها والو، تنوض صباح ربي ما تلقاها حتى تصويره مع الليل. العشيه غدوه من ذاك زيد تنوض تلقاها معمره بواحد. رانا تسمى شغل فيها مات، كل عام عليها. الاحزاب هذو عليه راهم يديروا هكذا يا اخي، راكم تقولوا باش نخدموا هذه البلاد هاك بديت بالبلايك هاك بديت في التهميش. هي صوره تعكس غياب المنافسه الشريفه لدى المترشحين الذين ابتعدوا عن البرامج الواقعيه واكتفوا بممارسات تزيد من تشويه العمل السياسي في الجزائر. وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الظاهرة التي عايشها الطلبة الجزائريون أمام المركز الثقافي الفرنسي في العاصمة بالأمر العادي وبالظاهرة الصحية، وأنها ليست وليدة اليوم وإنما منذ حقبة طويلة من الزمن، مؤكدا أن سببها الرئيسي هو إعطائهم يوم فقط للانتقام مقارنة بالعدد الكبير للطلبة. التفاصيل في ميكروفون طارق مغنم. يجب أن ننظر إلى الظاهرة من الناحية الإيجابية وليس من الناحية السلبية. العدد جاء كبير لأنه أظن بأن المركز الفرنسي أعطى يوم واحد، لو كانت المدة طويلة ربما لو كان الناس ما جاوش بهذه الطريقة. والظاهرة ليست جديدة منذ القديم، والطلبة دائما يبحثون ويحاولون الخروج إلى مختلف أنحاء العالم لمواصلة الدراسة. ظاهرة صحية وليست ظاهرة فيها عيب، لكن كون أنه العدد ظهر بأنه كان قوي لأن المدة المخصصة للمشاركة في هذه المسابقة كانت يوم واحد. نتوقف عند تصريح وزير التعليم العالي لنتحدث عن الموضوع مع الأستاذ العيد زغلامي أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر 3. أهلا بكم. أهلا، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. العفو. كما سيشاركنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن طرمول وهو أستاذ العلاقات الدولية وهو مختص أيضا في الإعلام الدولي. أبدأ معكم أستاذ العيد الزغلامي، نتحدث ربما عن هذه ربما المشاهد الطوابير للطلبة أمام المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر العاصمة، أثار الكثير من الجدل، وهل فعلا عرى ربما واقع الجامعة الجزائرية الذي تعيشه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال قبل ما نجاوبك على السؤال، يوم أغر في تاريخ الجزائر، ومطالب أنا شخصيا أن أكون
أن تكون لي وقفة خشوع وإجلال لشهداء الأبرار الذين ضحوا من أن نجد أنفسنا الآن في هذه في هذا البلد وفي أمن وأمان. بطبيعة الحال إجابة على سؤالك، نظن أنا شخصيا أولا لا أريد أن أهول ما حدث على مستوى، نظن كان النقطة الأولى هو تفادي ما يسمى بالأبوية. نحن لسنا في هنا في وضعية لنعطي درس لشبابنا، كل واحد لديه نصيب من الكفاءة، نصيب من الذكاء، ونصيب من النضج، فهو مسؤول على ما يقوم به ولديه كذلك الحرية التي تسمح له. النقطة الثانية أعاتب، وهذا أعاتب لأنها فيها غموض، وأعاتب المنظمين على مستوى المعهد الفرنسي، وكان يعني نتساءل ونحن في 2017 والمسؤولين على مستوى المعهد الفرنسي يقول لك باللي كان فيها عطل في قضية التسجيل عن طريق لها. هذه ليست قائمة، ظن هناك أعمال مبيتة مساسها أننا نشوه ونحن في حرب تشويه لصورة الجزائر. كما تفضل الوزير هذه الظاهرة تاع التنقل والذهاب والإياب موجودة منذ وجود الإنسانية، من حق كل واحد، لكن في هذه الآونة أننا نترك على يومين من احتفال بأول نوفمبر ثم نفرض على نقول بأن عملية التسجيل عن طريق الانترنت فيها عطل، هذا لا يصدقه أحد. أنا شخصيا وأنا أعتبرها محاولة للتشويه أو محاولة للتشويه الثورة العارمة، وخاصة ونحن كما قلت على يعني يومين أو ثلاث أيام على بطبيعة الحال قضية الحرب التحريرية. فبديهي أن هناك كانت فيها أيادي خافية مفادها أننا نشوه صورة الجزائر في هذه الطابورات، وهي صور مشينة ومهينة للثورة الجزائرية. بطبيعة الحال حبذا يعني وكأننا في عالم ثالث، وكأننا المعهد وكأن الفرنسيين يتعاملون بأساليب تقليدية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي تعتبر نفسها القوة الخامسة. إذن في جميع الحالات هناك كان الأجدر أننا نتعامل مع الشباب اللي عنده كل حيوية وكل عطاء وكل قدرات بطريقة حضارية، والجزائر نظن لديها هذه الوسائل فيما يخص التسجيلات. فظن هناك حقيقة أكثر من تساؤل حول الطريقة الغير حضارية والغير ديمقراطية للمنظمين. الهفوة في التنظيم هي معمدة، يعني هناك أمر معمم يعني مدبر إذا صح التعبير. كان من الأجدر باش نحترم ونحفظ كرامة الجزائريين وهذا الشباب نديرها بطريقة سرية إلكترونية. الحمد لله كاين الوسائل. إذن هناك هذه يعني تأسف أن الطرف الفرنسي ما زالت عنده عقلية المستعمر ونحن في وضعية المستعمر. هذا هو البيت القصيد يعني اللي كنا ضع الأمور في نصابها الحقيقية. ممتازة. نشوف مع رأي الدكتور عبد العزيز بن طرمول وهو أستاذ في العلاقات الدولية والمختص في الإعلام الدولي. أهلا بكم، صباحكم سعيد. تعقيبكم ربما على هذه الطوابير للطلبة الجزائريين أمام المعهد الثقافي الفرنسي الذي تناولته وسائل إعلام وطنية وكذا دولية وصار الجدل حولها، هل على حقا ربما وقع الجامعة الجزائرية؟ أولا السلام عليكم، صباح الخير للمحترم وإليك ولجميع مشاهدي الصباح. وأنا أتفق مع التدخل السابق الزميل عندما قال أن العملية مرصودة، هي مرصودة ومبيتة، يعني هذا ما فيهاش نقاش ولا أحد اليوم حتى من المسؤولين الجزائريين أنه يقولنا مش مرصودة، مرصودة لأننا نحن نعرف التفاصيل ما تقوم به وزارة الخارجية الفرنسية. ثانيا نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها وأشار إلى السابق لكن أنا أؤكد عليها، وهي الوضع الجزائري هو وضع استعماري، احنا كنا تحت الاستعمار ما كناش تحت الحماية. هذا شيء مهم لازم ننطلقوا منه في كل التحاليل والتفاصيل مع علاقتنا مع فرنسا. ولهذا الاستعمار شيء آخر، يعني سوسيولوجية الاستعمار أنا أدرسها للطلبة تاعي، سوسيولوجية تختلف عن الحماية. لماذا لم يقع نفس الشيء مثلا في المغرب وفي تونس؟ ولماذا هذا التسيف هذا الدبلوم لا باتيستاسيون دو كورتيس دو فرونسيز؟ لماذا عنده خاصيات مع الجزائر وليس له خاصيات؟ إذا العملية مرصودة هذه لا تناقش. وأنا أتأسف وأقول على المباشر، أتأسف لوجود بعض المسؤولين الجزائريين منهم وزير التعليم العالي والأمين العام للتجمع الوطني، يعني كلام والله العظيم يعني يؤسف له، مع أنهم هم مسؤولون كمسؤولين على هذه الظاهرة اللي وخم إليها وتفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت مدلة، يعني مدلة للشعب الجزائري والتاريخ الجزائري. ولهذا اليوم هذه الظاهرة، أنا سمعت تصريح تاع رئيس المركز الثقافي الفرنسي في العاصمة، سمعت تصريحاته، يعني حتى تصريحاته فيها التبيين فيها التصرف فيها المخطط يعني واضح. ولهذا أنا تخلقنا اليوم من الآتين بالجماعات، يعني يومين كان أنا طابت يعني يدخلوا البيت. ليش ما عملوا
الأول، هذا هو السؤال. وأنا أرجع دائما إذا سمحت لي من فضلك، أنا أرجع دائما إلى تصريح برنار كوشنال اللي كان وزير الخارجية الفرنسي في ذاك الوقت، وهو بيجاد نظرية التدخل داخل حق التدخل للدول الشمال في دول الجنوب، وأكد وقال بأن الجزائر علاقتنا معها هي علاقة خاصة، سيأتي الوقت الذي سنراهن على الأجيال الصاعدة ونتعامل معها بمنهجية والتقنيات وطريقة متخصصة. وأنا أتذكر هذا التصريح اليوم، هو تصريح على أرض الواقع ينفذ في ذكرى أغلى ذكرى هي ذكرى نوفمبر. وللأسف الشديد يعني المؤسسات للدولة الجزائرية في قراراتها في تصوراتها في إنجاز أو في إنجاز استراتيجية مستقبلية ما غير غائب تماما. وأنا تبعت النقاش من الأول مع زملائي حول التاريخ وكتابة التاريخ يعني في كلام طويل عظيم في المغرب، وأنا على المبشر وأنا أحتفل بهذه الذكرى التي حقيقة ذكرى غالية علينا كشعب جزائري. ممكن حتى نتهم بعض المؤسسات داخل الجزائر، بعض الأفراد، بعض المسؤولين ما أنجزوش أعمال، ما قاموش بالإجراءات بالقوانين، ما حموش هذا المجتمع في حمايته في الذاكرة داو. ولهذا أؤكد وأعيد وأقول معركتنا مع فرنسا هي معركة سياسية بالأصل طبيعة الحال، هي معركة حول أننا إحنا كنا مستعمرين، لو كنا تحت الحماية ما وقع هذا. أنا أقول لك أكل هذا اليوم اليوم كنا مستعمرين، ولهذا تطول هذه المعركة مخططات داخلية تؤسس وزارة الخارجية ممتاز. لكن لما نتناول نقول بأن هذه المنحة الدراسة في فرنسا عرضت واقع الجامعة الجزائرية، هل الخلل اليوم هو في الجامعة أم في الطلبة أم في المنظومة ككل؟ لا شوفي، هي الخلل أولا من المنظومة، أولا أصلا المنظومة للأسف الشديد وأعيد وأكررها، الجامعة تمر بمرحلة صعبة. أنا أستاذ جامعي أقول لك مرحلة صعبة. ومن يتحمل المسؤولية؟ يعني من خلى الوضع في الجامعة صعب؟ شوفي، هي الوزراء الذين توازوا على وزارة التعليم العالي ونسميهم يعني موجودين كلهم يتحملوا مسؤولية. كان وزراء اللي كان عندهم 15 سنة في وزارة التعليم العالي لكن عمرهم ما كانوا حصيلة على هذه الوزارة، حصيلة بمعنى حصيلة كمية ونوعية وحتى استسباقية. يعني ماذا نعمل بهذه الجامعة؟ أنا اليوم نتساءل يعني أكثر من 50 جامعة ماذا نعمل بهذه الجامعة؟ هذا السؤال. ولهذا المخطط ما بين العرض والطلب والتكوين وغير ذلك أشياء أساسي. النقطة الثانية وهذه فكرة تاعي أنا أقترحها مهمة جدا كانت مستدقة نتكلم عليها، وهي أن لماذا اعتمدنا على اللغة الفرنسية منذ الاستقلال في التعليم؟ هذا سؤال. ولهذا كان ينبغي علينا أن نميل أيضا للأنجلو ساكسونية في بعض الفروع التكنولوجية والتطورية وغير ذلك، وبالتالي نقسم السياسة الفرنسية إلى قسمين، وبالتالي خلي الفرنسية هي آلة كلغة، إحنا مش ضد اللغة، إحنا ضد من يستعملون هذه اللغة ويستعملونها في الشق السياسي الذي لا يخدم مصلحة. اليوم الجامعة تحتاج إلى أسئلة كبيرة، والإنسان العالي مسؤول أنه يعمل ندوة وطنية للجامعة وخلوا المختصين وأهل الجامعة يتكلمون. إحنا عندنا آراء نقولها في قضية التكوين للخارج، هذا التكوين الفوضوي الذي أتت به فرنسا، وفرنسا اليوم تجلب أشياء كثيرة حتى أنها تربح ماليا. اليوم السفارة الفرنسية تربح 700 مليار دينار في سنة، يعني حتى التمويل لكن القنصليات الحمراء الآن تمويل بالمال الجزائري، يعني قضية الفيزا وقضية التست هذا وقضية أشياء أخرى، إشكال كبير. ولهذا لازم وزارة التعليم العالي، وزارة الخارجية الجزائرية، وزارة أخرى، وزارة الثقافة تلعب دور. ولماذا لا نخصص نحن كدولة عندنا إمكانيات أن نخصص منح لأولادنا المشكل ليس في طلب العلم، وإنما ربما في هذا الأمر الذي كما قال وزير المشاهدين الذي سيمر ضيفا في برنامج قهوة وجنان قال بأنه هذا الأمر مفتعل. المشكل أنه ليس في تعلم اللغة الفرنسية، وإنما من تعلم لغة قوم أمن شرهم، وإنما المشكل ربما في الخلل أين هو موجود. سؤال مع أستاذ دكتور العيد زغلامي، الخلل هل هو في الطلبة أم في الجامعة أم في ومن الذي أوصل الجامعة إلى الوضع الصعب الذي تعيشه اليوم؟ الحقيقة نقولها بكل موضوعية، لما نرى الأرقام الجامعة الجزائرية مليون وستمائة ألف طالب، أكثر من 100 جامعة ومراكز جامعية. نظن في الجانب الكمي نحن جد يعني في أريحية. يبقى الآن على المسؤولين على مستوى الدولة الجزائرية وفي قطاع التعليم العالي الآن أن يقومون بتقييم موضوعي من الجانب الكيفي. لازم الجامعة الجزائرية أولا إعادة النظر شكلا ومضمونا في البرامج، في المواضيع،
في المهن في الاختصاصات لكي تكون أكثر تنسيقا مع المحيط الاجتماعي والمحيط الاقتصادي. إذن في الجانب الكمي ما شاء الله، يبقى في الجانب الكيفي القيمة العلمية الكيفية المنهجية، هذا على عاتق المسؤولين. وأعتقد أنا لا أرى بأن هذه الطوابير التي أراها وهذا الشباب هو في حاجة ماسة إلى منهجية، إلى استقلالية في الفكر، إلى استقلالية في الإبداع، إلى استقلالية في التفكير، إلى استقلالية في البحث. هذا ما تفتقده الجامعة. ربما يعني سطرنا أو ركزنا كثير على الجانب يعني العددي، وهذه أرقام جد يعني مشرفة، لكن عمليا ما هي مساهمة الجامعة في التطور؟ هل الجامعة الجزائرية، عملنا الجانب الكيفي، هل الجامعيين بارك الله فيك، هل الجامعيين يساهمون في القرار السياسي؟ أين موقع الجامعيين والخبراء وأصحاب الدبلومات؟ قبل يومين كنا وقفنا على واقع الطلبة في الجامعة، لقينا بأنه الطلبة يعني مش كل حتى ما نجمعوش على كل الطلبة، أنه أصبحت الجامعة هي مكان الذي يلتقي فيه الطلبة للعب الدومينو. شوفي أخت، هذه موجودة، هذه موجودة منذ القدم، لكن لا أريد، لكن لا يعني أريد استقصينا أراهم، يقول لك بأنه اليوم الجامعة ما راهيش تمد شهادات مطلوبة ولتساعدهم في الدخول للميدان العملي. الخطاب الرسمي يركز على أننا ضمننا 100,000 مليون و 600,000 مقعد بيداغوجي. هذا جميل. الأجمل أن لهذه الناس اللي عندها هذه الطلبة اللي عندهم هذه المواقع يستحقينها ويثمنون دورها، لأنها مواد طائلة نقولها بدون يعني بدون أي بدون أي التزام. نقول بأن الجزائر من الدول القلائل في العالم التي تسخر 25% من الميزانية في التربية، في التكوين، في التعليم. هنا نحن من هذا، هل حقيقة هذه الأموال التي سخرت في بناء الإنسان تم استفادة؟ لما نشوف 25% من الميزانية تاع الدولة تخصص لقطاع التعليم والتربية والتكوين، نشوف الناتج. الناتج هاك تشوفيه، الناتج أننا نرى أننا لم نكون جيل اللي بإمكانه أو لم نعطي له الفرصة. وهنا بيت القصيد، لأن الإشكال القائم لا يمكن معاتبة فقط الطلبة يلعبوا في الديمينو. حقيقة لماذا تركنا الطلبة يلعبون الديمينو؟ لماذا لم نهيئ المناخ؟ لماذا لم نعطي للطلبة الأدوات ونعطي لهم تلك الحرية التي من أجلها يمكن لهم أن ينتهجون الطريق الصحيح؟ نحن الآن إذا أردنا أن نعاتب الطلبة، فلنعاتب أولا المنظومة، وهذا سهل، لكن نعد كذلك الأساتذة. هل الأساتذة في وضعية مريحة أو في وضعية يعني هم كذلك أهل لإعطاء المنهجية؟ هل هناك استعداد؟ فإذن المشكل المطروح هو حال الآن أن نحاول أن نقيم الوضع بطريقة موضوعية وبدون مجاملة وبدون تهريج وبدون ديماغوجية. هذا هو اللي احنا المشكل نتاعنا في الجزائر، يغلب عليه الجانب النظري والجانب الديماغوجي والجانب قالك عندنا 1,600,000. جميل، لكن الأجمل هو أن هذه يعني القوة الهائلة، عفوا ما يسمى بالقوة أو بالمادة الرمادية، كيف أنها تساهم في بناء المجتمع؟ في لم يعطها الفرصة. حتى نقولها بكل مرارة، بعض المسؤولين السياسيين يعاتبون أو ينتقدون أو يهمشون أصحاب العلم. وتذكروا دائما تلك الصور لما نرى كيف أن المسؤولين في هذه الدولة في هذا البلد يعني يهاجمون أهل الاختصاص، يهاجمون الأساتذة. فلم يعطى للعلم وللفكر وللثقافة حقه في هذا البلد. حتى وبقينا الأخت الكريمة بما يسمى بالشرعية التاريخية، جميلة، لكن نحن الآن أمام شرعية شعبية، شرعية تقنية، شرعية ديمقراطية، شرعية كفاءات. إذن لم المواطن عفوا الشاب الجزائري لم ينل نصيبه، وبقت نفس الأشخاص هي التي ترسكل نفس الخطاب لضمان مصالحها. العيب أن لما نلقى بعض الوجوه السياسية ورجال السياسيين يتواجدون بعد ما كانوا مسؤولين هنا، يذهبون إلى الدولة المستعمرة، وأين هي بيت القصيد؟ وهنا يطرح أكثر من سؤال. الشاب الجزائري يقول لك هذا البارح كان مسؤول، غدوة يستقر في فرنسا. ثم كما تفضل الأستاذ الكريم قضية اللغة الفرنسية، ما زال كثير من المسؤولين الجزائريين مستعمرين لغويا،
يتكلموا باللغه الفرنسيه وكانهم يقومون بدور المناوله لصالح فرنسا، ليروجونا. اين نحن من الاستقلاليه الفكريه؟ اين نحن من الاستقلاليه اللغويه؟ اين نحن من الاستقلاليه؟ وانتهى الامر. هذا السؤال. المطلوب الان هو اعاده مراجعه كل المنظومه، ليس فقط في ما في هذه الحادثة التي وقعت، خاصة أن وزير المجاهدين قال خلال، يعني حنشوفوا تصريحاته خلال برنامج قهوة جورنال، قال أنه لابد إعادة، طالب إعادة دراسة تلك المشاهد وفتح تحقيق في الأمر، لكن لا يكفي الأمر في هذا وإنما في المنظومة ككل، وإعادة ربما مراجعة طريقة التدريس في الجامعة أيضا. هذا جزء، لكن المشكلة ليس في الجامعة فقط، المنظومة السياسية. واتكلم اكثر من هذا، نتكلم اكثر، نقدر نروح بعيد، اعاده النظر في النظام السياسي في حد ذاته، انطلاقا من الشرعيه ومن الاستقلاليه ومن الحريه ومن الديمقراطيه. شكرا جزيلا لكم استاذ العيد زغلامي على هذه الجوله او على هذه المداخله معنا.